القدم حافظ المنتخب الوطني على المرتبة 48 عالميا في تصنيف الفيفا لشهر أوت الجاري برصيد 667 نقطة، لتحتل الجزائر المركز الثامن إفريقيا لشهر الثاني على التوالي. كرويا دائما، حل مساء أمس المنتخب الوطني للاعبين المحليين بقسنطينة تحسبا لمواجهة نظيره الليبي السبت المقبل بملعب الشهيد حملاوي، وهذا لحساب الدور التصفوي الأخير للبطولة الإفريقية المقررة العام المقبل بكينيا. محمد صالح بوساكر. حلت بعثة المنتخب المحلي بقسنطينة تحسبا لخوض مباراة ذهاب الدور الأخير من كأس إفريقيا امام نظيره الليبي. احنا عندنا ان سيمان وحنا نخدموا مع ستاف تكنيك ولاعبين وقد وصلنا الله انفورماسيون بيان، الحمد لله يا ربي واجدين لهذه المباراه ورا بريبارينا كما يلزم الحال ان شاء الله، وان شاء الله نديروا ان بون ريزلتا ان شاء الله اللي تعاوننا نرجعوا لتاشيره تاهل. اختيار ملعب الشهيد حملاوي لاحتضان المباراه لقي ارتياح كبير وسط الجمهور القسنطيني. عندهم مدة ما جاتش قسنطينة تقريبا 25 سنة ولا 20 سنة، إن شاء الله يا ربي تكون فيها الخير علينا. حنا خدا العام حنا نستناو فيه باش يجيبوه من قسنطينة، وبربي إن شاء الله نربحوا التكاليفة وخلاص. إن شاء الله نذهبوا نتفرجوا الفريق الوطني ونسيبورتيو الفريق الوطني تاعنا، وحنا دائما معاه. لازم كيف هذيك ناسيونال لازم نهبطوا، في السبت ونهبطوا إن شاء الله كيلعبوا مع زومبيا إن شاء الله. الملعب بات جاهزا لاحتضان المباراة في احسن الظروف بعد تصحيح كل التحفظات. الجانب الاهم باسكو المقابله راه تتلعب يعني ليلا، يعني فيما يخص الاضواء الكاشفه راه يعني تمت يعني المعاينه نتاعها مرات عديده، وتم التاكد من السلامه نتاعها وراهي في حاله وظيفيه وفي حاله جيده جدا، ومع اتخاذ كل الاجراءات اللازمه في حاله حدوث اي شيء ان شاء الله، وان شاء الله ما كان حتى بروبليم. تم احتياطات كامله تم اتخاذها بما فيها لو جروب الكتروجين ان شاء الله ونقدر. للإشارة إن عملية بيع التذاكر ستتم يوم المباراة على مستوى شبابيك ملعب حملاوي وبن عبد الملك. إلى